اليوم الفيديو راح يكون عن ليه هلا واحد يجي يشوت الكرة ما بيقدر يجيبها منيح. وطبعا انا بوريكم الاسباب. السبب الاول، الواحد بضرب الكرة من بوز الاجن، هذا اشي كتير مش منيح. ليه؟ ايش المفروض؟ من جانب الاجن وين البوت بكون مطعوش، هلا يكون البوت مطعوش لازم تالي اشي اللاعبين اللي يضربوا ما بيخليها هيك انها تلمس الارض، بعدين يشوتوها بطريقة منيحة حسب الجول. مثلا طلعوا هون، طلعوا هذا اعتبروه الجول، مش رح اجيبها بالطريقة التقليدية، رح اجيبها بالطريقة تبعتي. وهيك كان الاشي. لهذا السبب فيش كتير منيح. بخوا الملعب. وبهاي الطريقة الكرة رح تروح بطريقة احسن. وباي، بشوفكم بكرة ان شاء الله. مع السلامة.